ماذا خلقه؟ ربما يعني السؤال بهذه الصورة قد يستفز البعض. الله خالق للظلم؟ ما تقدرش تقول لا. طب وتقول لكن لابد من التوضيح. هو خلي بال حضرتك، اولا احنا عندنا خلق الله جل وعلا او قدر الله جل وعلا او حكم الله جل وعلا ينقسم الى قسمين، حكم كوني او قدر كوني، وحكم شرعي او قدر شرعي. وانا اتمنى من الاخوه والاخوات من المشاهدين والمشاهدات ان هم يعني يفطنوا لهذا الامر. عندي قدر ربنا، الظلم ده قدر، القتل في كون الله قدر، التطاول والإساءة قدر، سرقة أموال الناس قدر، إن المجرم أبي بن المجرم الأول إبليس إن هو يعصي الله جل وعلا قدر، إساءة فرعون إلى سيدنا موسى قدر، تطاول أبي جهل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قدر، تطاول السفهاء في وقتنا الذي نعيش فيه على أولياء الله الصالحين هذا أيضا قدر. إذا هنا لابد أن ندرك أن عندنا نوعين من القدر، عندنا نوعين من حكم الله جل وعلا، قدر كوني وفيه ثاني نوع ثاني اسمه قدر شرعي. إيه القدر الكوني؟ قدر كوني هو ما قدره الله جل وعلا، ما قدر الله جل وعلا أنه سيقع وأنه سيحدث وأنه سيحصل، فهذا شيء ربنا سبحانه وتعالى قدره، لكنه لا يستلزم أن الله جل وعلا يحبه. يبقى ربنا قدر أن يكون لكنه لا يحبه. يعني ممكن نقول كده أن كفر إبليس قدر؟ نعم قدر. طيب إساءة فرعون إلى سيدنا موسى قدر؟ نعم قدر. ظلم الخلق للظلمة للبشر قدر؟ نعم قدر، لكن هذا قدر كوني ليس شرعيا، بمعنى أن الله جل وعلا قدر وقوعه وشاء حدوثه لكنه لم يجبر الخلق عليه، وبالتالي بما أن الله جل وعلا لم يجبر الخلق عليه هذا معناه أنه جل وعلا لا يحبه. فيما عند القدر الشرعي هو كل أمر طلبه الله جل وعلا من الخلق أن يأتوا به وأن يعملوا به، زي الصلاة قدر، ده قدر شرعي، الصيام قدر لكنه قدر شرعي، الحج قدر، قدر شرعي، طاعة بر الوالدين قدر شرعي، كل هذه الأمور من هذا الأمر، وهذا لا يستلزم الوقوع، إذ قد يقع وقد لا يقع، خلي بال حضرتك من دي، يعني ربنا أمر بالصلاة، ده قدر شرعي، طب تقع ولا تقع؟ قد تقع من بعض الناس وقد لا تقع من بعض الناس، ولذلك الإيمان في حد ذاته قدر شرعي، وقد أمر الله جل وعلا أبا جهل بالإيمان، وأمر إبليس بالإيمان، لكنهما عصيا الله جل وعلا، فالقدر الشرعي أمر يحبه الله جل وعلا، وقد يقع وقد لا يقع، لماذا يقع أو لا يقع؟ لأن الله جل وعلا أعطى للعبد إرادة لأن يفعل أو لا يفعل. طيب نيجي عندنا بعد كده بقى، ايه الحكمة؟ ايه الحكمة من وجود هذا الظلم في هذه الدنيا؟ هذا نوع من انواع الابتلاء، الدنيا ما خلقها يعني، لكن قبل ان نقول هذا، الكون كله قائم على العدل، شرع الله جل وعلا قائم على العدل، يعني لما تقرأ قول الله جل وعلا: والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا، ولا تخسروا الميزان، ده العدل. العدل اللي هو القسطاس المستقيم اللي هو إعطاء كل شيء حقه. ولذلك لما سأل فرعون سيدنا موسى عليه السلام يقول له: من ربك؟ من الإله بتاعك؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، كل شيء قدره، كل شيء قيمته، اللي هو العدل. ولذلك قال ربنا جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شرع ربنا كذلك قائم على العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولذلك لما جاء بعض الناس وقالوا بقى الظلم اللي احنا بنعمله والفاحشة اللي احنا بنعملها إن ده قدره الله جل وعلا علينا وأمرنا به، كما يقول ربنا في سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. شوف ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم بطريقتين، طريقة النفي وطريقة الإثبات. أما طريقة النفي قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وطريقة الإثبات قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ولذلك
المهم هنا في هذا الإطار إن الظلم ده ابتلاء خلق الله جل وعلا، قدره الله جل وعلا في هذا الكون ليبتلي الله جل وعلا المظلومين بالظالمين. فإذا كف الظالمون ظلمهم عفى الله جل وعلا عما سلف، وإذا صبر المظلومون وقوموا هذا الظلم كافأهم الله جل وعلا درجات لا مثيل لها. جميل. طيب، في أنواع للظلم يا فندم؟ طبعا الظلم ده على أنواع كثيرة جدا، ولذلك العلماء يقولون بأن الظلم بينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية. النوع الأولاني أو الظلم الأول هو ظلم العبد لنفسه، والظلم الثاني هو ظلم العبد للناس، والنوع الثالث هو ظلم العبد لله سبحانه وتعالى. أما ظلم العبد لله جل وعلا فإذا أشرك مع الله إلها غيره واتخذ إلها مع الله سبحانه وتعالى هذا ظلم. ولذلك في سورة الأنعام حين قال ربنا جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أتى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من منا لم يظلم؟ مين ما ظلمش؟ ده احنا كلنا بنظلم نفسنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا وإخواننا وأكلينا وقد نظلم أعداءنا وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، وإنما المراد ما قاله الله جل وعلا على لسان العبد الصالح لقمان في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى اتخاذ إله مع الله ظلم، عبادة غير الله ظلم، عدم الإيمان بالله ظلم، كل هذه الأمور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن تجعل لله ندا وقد خلق، هذا ظلم. أما ظلم الإنسان لإخوانه فهو أخذ حقوقهم أو عدم إعطائهم حقوقهم، التطاول عليهم باللسان، الإساءة إليهم بالظن السيء، هذه كلها. وهناك أيضا ظلم الإنسان لنفسه حين يعصي ربه، هذا ظلم الإنسان لنفسه. وأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا هذه الأمور الثلاثة. طب أيهم أشد خطورة؟ أشد هذه الأنواع أن يظلم الإنسان ربه، والشرك بالله جل وعلا. نعم. رقم اثنين ظلم الإنسان لإخوانه بأخذ حقوقهم. رقم ثلاثة ظلم الإنسان لنفسه. دي مقدور عليها انك انت تظلم نفسك مع نفسك بقى، انت حر. اصل ظلمك، خلي بالك برضه في نقطة، ظلمك لنفسك بغير الشرك، دي أكبر نقطة، ظلمك لنفسك بغير الشرك. لا ولا إن الشرك في حد ذاته ظلم للرب وظلم للعبد لنفسه. نعم. فإن أشرك بالله فقد ظلم رباه لأنه جعل معه إلها غيره، وفي نفس الوقت هو ظلم لنفسه لأنه عبد غير الله جل وعلا وبالتالي أوجب العقوبة لنفسه. فأعلى الظلم أن يظلم الإنسان نفس ربه، رقم اثنين أن يظلم الإنسان غيره، رقم ثلاثة أن يظلم الإنسان نفسه. والعياذ بالله، يعني هي أشدهم الشرك، الظلم طبعا. الظلم لله أو بالله هو الشرك، والشرك ليس بعد الشرك وليس بعد الكفر ذنب. نعم. طيب، يعني هتكلم هقول حاجة كده بس أرجو إن يعني حاشا لله أن يكون ما بسأله هو يعني المقصد، لكن الله تبارك وتعالى طبعا ليس بظالم حاشاه سبحانه وتعالى، لكن لماذا قال عن نفسه ليس بظلام للعبيد؟ قد يفهم نفي كثرة الظلم، لكن قد يقع القليل. يعني لو خدنا مثال على البشر، يعني فلان ليس لعان فيفهم أنه يلعن وبالتالي فهو لاعن، كيف نفهم ظلام؟ صحيح. يعني هل دي عقوبة الظلم بين العباد؟ نعم. أولا هذا السؤال سؤال مهم جدا للغاية، وهذه الآية يعني هذه الصيغة يعني وما ربك بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام، تكررت في القرآن في خمسة مواضع. الموضع الأول في سورة آل عمران، والموضع الثاني في سورة الأنفال، والموضع الثالث في سورة الحج، والموضع الرابع في سورة فصلت. وأشهر هذه المواضع ما ذكره الله جل وعلا في سورة قاف وما ربك بظلام للعبيد. طيب، صحيح ان كلمه ظلام بيسموها صيغه مبالغه، وصيغه المبالغه الامر فيها اكبر من اللي بيسموها صيغه الفاعل.
فلما اقول فلان لعيب غير ما اقول فلان لاعب. لاعب ده راجل اهو بيلعب بقى ممكن يجيب له جون كل ماتشين ثلاثة أربعة، لكن لما اقول لعيب ده راجل محترف لعيب. فدي يسموها صيغة مبالغة. فلماذا أتى الله جل وعلا بهذه الصيغة وما ربك بظلام، ولم يقل وما ربك بظالم؟ وفعلا قد يفهم البعض أنه إذا 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 نفى الله جل وعلا عن نفسه كثرة الظلم فقد يقع البعض بعض الظلم، وحاشا لله جل وعلا أن يكون كذلك. لكن دعونا أولا نقرر بإني هذا الأمر العلماء أجابوا عليه بأوجه كثيرة، ومن أشهر ذلك رقم واحد، لما تأخذ هذه الآية، لما تأخذ هذه الجملة وما ربك بظلام، قد نفى الله جل وعلا كثرة الظلم، لكن الله جل وعلا أيضا نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أدنى الظلم. ألم يقل الله جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما؟ ألم يقل الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون؟ ألم يقل الله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا؟ إذن هنا لابد رقم واحد أن ندرك إن إحنا لما نيجي نفهم القرآن نفهم القرآن كله، لا نفهم آية ونترك بقية الآيات. إذا أخذنا وما ربك بظلام للعبيد، دي صحيح نفى الكثرة وفي المقابل نفى القلة، بل نفى أن يظلم مثقال ذرة. ولا يظلم ربك أحدا، ما فيش ولا واحد. إن الله لا يظلم الناس، يبقى كل الناس. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة. فهذا جواب. الجواب الثاني العلماء قالوا إن الخلق خلق كثير كثير جدا للغاية، والعبيد في غاية الكثرة، والظلم المنفي عنهم تستلزم كثرتهم كثرة الظلم. أما يكون عندي عبد واثنين وثلاثة وعشرة وألف ومليون وملايين، ومن أيام خلق سيدنا آدم لحد اللحظة يبقى عندنا مليارات من البشر، يبقى كثرة العبيد لو ظلم بسيط واحد بس اقتضى الكثرة، فكثرة الخلق تقتضي الكثرة حتى وإن كان الظلم قليلا. فالله إنما عبر بذلك لأنه يعني لو وقع الظلم سيكون كثيرا، والله جل وعلا ليس بظالم وليس بظلام ولا يظلم ربك أحدا. نقطة يعني من الطرق أيضا وهي جميلة، وهي إني التعبير بصيغة الأفعل التفضيل أو بصيغة المبالغة هذه هو دي بيقولوا عنها تدل على النسبة، يعني وما ربك بظلام للعبيد أي الظلم لا ينسب إلى الله جل وعلا، كما قال كان في أحد الشعراء اسمه الحطيئة، والحطيئة كان معروف بالهجاء وكان يهجو الزبرقان ابن بد، فكان مما قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. الطاعم الكاسي دي معناه إيه؟ ده معناه أنه أي أنت ذو طعام وذو كسوة، وليس بمعنى أنه يأكل وأنه يكسو الناس. فهنا وما ربك بظلام إنما تدل على عدم نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. طب عقوبة الظلم بين العباد، السؤال اللي أنا كنت يعني افتكرت أنه ملحق باللي فات لكن ده لوحده، عقوبة الظلم بين العباد إيه؟ عقوبة الظلم بالعباد دعني يعني نذكر عدد من الأحاديث التي تجعل الإنسان ينبغي عليه أن يفر من الظلم وأن يبتعد عن الظلم. يعني مثلا اسمع على قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يبقى الظلم بكل أشكاله بكل أنواعه بكل ألوانه ظلمات والعياذ بالله جل وعلا، فمن وقع في الظلم وقع في الظلمات يوم القيامة. رقم اثنين، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم يقول من ظلم قيد شبر قيد شبر من الأرض طوقه الله جل وعلا من سبع أراضين. يعني يظلم مقدار شبر بس يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى طوقه من سبع أراضين. من يتحمل هذا الأمر؟ واسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. يوم تأخذ من حق أخيك المسلم قدر ولو بسيط، مقدار ولو بسيط، توقع عليه ظلم ولو بسيط، حرم الله جل وعلا على هذا الإنسان، حرم عليه الجنة وأوجب له النار. بل اسمع إلى هذا الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، حديث المفلس
أتدرون من المفلس؟ الصحابة حسبوها بالورقة والقلم، بالدولار، بالدينار، بالريال. قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش، الفقير الغلبان. وده الطبيعي، لا فلس عنده، ما هي جاية من كلمة فلس، فلا فلس عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة. ده راجل جاي معاه كل الأعمال الصالحة أهو، ده راجل عمل العمل اللازم والعمل المتعدي، العمل اللازم زي الصلاة وزي الصوم، والعمل المتعدي زي الصدقة، لكنه يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا، الله ينور عليه، وضرب هذا، نعم، وأخذ مال هذا، وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسنات، وهذا من حسنات، وهذا من حسنات، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت عليه، ثم أمر به إلى النار. دي قضية مهمة جدا للغاية، ولذلك من أفظع الأمور أن يوصف الإنسان بالظلم. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ثلاثة أنا خصمهم، رجل أعطى بي ثم غضب. هذا ظلم. واحد جه لواحد كده وقال له: بقول لك ايه، يعني خد منه شيء، وقال له: اعاهد الله يا سيدي، الله شهيد، لكنه لم يعطيه، ده ربنا خصمه يوم القيامه. ورجل باع حرا فاكل ثمنه، استعبد الناس فباعه واكل ثمنه. والثالث: ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. شغل واحد عنده وبعد ما خلاص، شوف الظلم، طب بكره بعده بعد بعده، هذا ظلم، هذا ظلم والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء خصمهم يوم القيامة رب العالمين. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام مالك: أعطوا الأجير حقه أو أجره قبل أن يجف عرقه. فأسأل الله جل وعلا أن ينجينا من الظلم ومن أهله. أمال اللي بيحرم إنسان النفس والهواء ساعة وبعدين يقعده في سجن 10 سنين 15 سنة، واللي بيعدم واللي بيحرق واللي بيعمل ده عقابها هيكون ايه؟ ربنا ستير يا رب. مهما طيب استنى الله يبارك فيك. ايوه افتح لي ده تفت. استنى طيب انا مستني، مش راح. انا مستني. والله ما انت جزاك الله كل خير، انت لعلك اخذت هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام البخاري فيما رويه عن رب العزه. قال الله: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، ومنهم رجل باع حرا فاكل ثمنه. هو حبس الناس، هذه صورة من صورة الاستعباد. أن تحبس إنسانا بغير حق، أن تحبس إنسانا ظلما، أن تحبس إنسانا لأنه قال قولة الحق، أن تحبس إنسانا لأنه أراد الخير لأمته، أن تحبس إنسانا لأنه أراد أن يعبر عن حقه الذي أعطاه الله جل وعلا له، الذي قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ماذا استعبدتم الناس وقد ولاتهم ماتهم أحرارا. هذا ظلم، وهذا ظلم بين. أنت عارف يعني إيه أن تمنع الإنسان عن رؤية الخلق، أن تمنع الإنسان عن ممارسة عمله، أن تمنع الإنسان عن أن يكون حرا طليقا؟ هذه صورة من صور الاستعباد. وهذا الصنف من الخلق، هذا الصنف من البشر، هم أقرب والله الذي لا إله غيره إلى عالم الحيوان، بل الحيوان أفضل من هؤلاء في كثير من الأوقات، لأن الحيوان لا يظلم أخاه الحيوان، إن أكل فإنما يأكل لحاجة، وإن أخذ فإنما يأخذ لمنفعة. ولكن أن تحبس الشرفاء والأتقياء والأنقياء من ذوي الفكر وذوي الرأي وذوي العلم، فهذه جريمة من أكبر الجرائم التي يحاسب الله جل وعلا عليها الخلق يوم القيامة. جزاك الله كل خير. طيب، مهمة العبد يا دكتور أكرم عند رؤية الظلم أمام عينه، ماذا يفعل؟ في الصحيح عند الإمام مسلم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم، حديث سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وحديث مشهور، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، يبدأ بإيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى مهمة الظلم إن هو أن يدق الإنسان ناقوس الخطر، يبقى على طول يعني جرس تنبيه يدق هذا الناقوس ويقول: أيها الناس، هذا ظلم، هذا خطأ، هذا خطر، هذا خطر على الأمة، هذا خطر على فلان. ولا يجوز للإنسان أن يسكت عن ظلم أمامه، لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس. لكن أنبه فأقول بإن دي الدرجات، أنا بأغير بإيدي فيما أملك، ما أملك يعني أنا راجل مدير مدرسة،
أنا راجل مسؤول في مصنع، أنا راجل مسؤول في مؤسسة، أنا راجل وزير في حكومة، أنا راجل رئيس في دولة، كل واحد من دول له صلاحيات، فمسؤولية مدير المدرسة غير مسؤولية وزير التعليم ومسؤولية رئيس الحكومة غير مسؤولية رئيس الدولة، فكل واحد يغير فيما يملك، اليد هنا على فكرة مش معناها إن أنا أقوم وأضرب وأغير، لا، التغيير هنا باليد هنا قد يكون باتخاذ قرار، هذا تغيير باليد. فإن لم يستطع الإنسان يبقى يقول ينبه، والدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو رقية تميم بن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى يبدأ ينصح يقول يا جماعة ده ما يصحش، ده خطأ، ويعني ويدق ناقوس الخطر. فإن لم يستطع حتى أن يقول بلسانه، لأن الظلم أصبح ظلمات، وأصبح الإنسان لا يستطيع أن يقول قولة الحق، وإن قال قولة الحق إما أن يكون سجينا، وإما أن يكون طريضا، وإما أن يكون قتيلا، وليس عنده القدرة أن يتحمل هذا ولا ذاك، فلا أقل من أن يغير بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحضرتك اللي قلت بقى، طيب هل يعتبر الظلم، إنكار الظلم بالقلب، هل يعتبر قبول ظاهري له وخداع؟ لا، مستحيل. وإلا لو قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لو هذا هو المفهوم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لكان يعني النبي اللي قال كده. هل النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالخداع؟ هذا فهم خاطئ. لكن السؤال هنا بقى، يعني إيه تغيير المنكر بالقلب؟ تغيير المنكر بالقلب يبقى الإنسان يغلي من داخله، من داخله يتحرك ذل يعني كمدا وهما وغيظا على ما يحدث. يعني مثلا انا اما اشوف اكون في مكان ما وناس بيعتدوا على انسان وما عنديش القدره ان انا يعني ارد هذا الامر، نظرا قد يكون في ايدهم مسدس او قد يكون في ايدهم كذا او هم اقوياء وانا مش قادر، لا قادر يعني اقوم امسك فيهم ولا قادر ان انا كمان اقوم اقول لهم كده غلط وكده عيب. طيب يا الله، لا الشبكة حلوة بس متهيألي ممكن يكون حد اتصل بيه. طيب احنا معاك لسه معاك ان شاء الله. والله الحديث شيق جدا وموضوع هذا هو الخداع. ايه ده؟ لا ما انت كده كان مقطوع خالص الخط بيننا وبينك بتاع 10 ثواني ولا 15 ثانية. طيب خلينا برضو ايه يعني الان جميل بإذن الله. طيب سمعني حضرتك؟ الان سمعك. طيب طب احنا نعمل ايه يعني؟ يعني هل هناك إمكانية للقضاء على الظلم ده ام انه سنة كونية الى قيام الساعة؟ أولاً الظلم لن تستطيع القضاء عليه أبداً، وسيظل الظلم قائم وموجود في داخل المجتمعات التي نعيش فيها، حتى في كل المجتمعات، سواء كانت المجتمعات دي مجتمعات غربية أو مجتمعات شرقية، سواء كانت هذه المجتمعات مجتمعات مسلمة أو مجتمعات غير مسلمة، الظلم متغلغل في عالم البشر لأن دي طبيعة البشر. البشر فيهم ميول أصلا إلى الظلم. يقول ربنا جل وعلا في سورة الشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ده معناه إيه؟ عنده الإنسان عنده استعداد للفجور، عنده استعداد للتقوى، عنده استعداد للعدل، عنده استعداد للظلم، هو مهيئ لهذا، وبالتالي لن نستطيع بأي حال من الأحوال أن نمنع هذا الظلم، أن نمنعه بالكلية، لكن نستطيع أن نقلل من وجوده. ده دورنا بقى، ودي اللي بيسميها القرآن سنة التدافع، حين قال ربنا جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، في تدافع، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يبقى دورنا إن احنا نضرب أهل الحق يدافعون أهل الباطل، أهل العدل يدافعون أهل الظلم، أصحاب الحق وأتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام يدافعون أتباع
أتباع أبي جهل وأبي لغب وعبد الله بن أبي بن سلول، أصحاب الخير والتقى والورع يدافعون أصحاب الشر والفساد والغي. ده دورنا اللي هو أن نقلل بقدر المستطاع، وهذا ما سيسألنا الله جل وعلا عنه. أما أن ننهي الظلم بالكلية لن نستطيع أن نفعل ذلك، وأنبياء الله جل وعلا ما استطاعوا أن يفعلوا هذا الأمر، لأن الشر موجود ما وجد الخير. طيب عشان السؤال الأخير ده بس عشان نخش بقى على أسئلة المشاهدين، عندنا بالظبط 10 دقائق. بما أننا نعم. في المهجر، من أسباب الهجرة دفع الظلم، صحيح الكلام ده؟ لا، أنا لا أتفق معك يا أستاذ وجدي في هذا الأمر. هجرة الكثير مننا لم تكن كانت هجرة اضطرارية، فهي ليست دفعا للظلم ولكنها تجنبا لوقوع الظلم. أيوة. وخصوصا ان كان الظلم، وخصوصا اذا كان الظلم من ذوي القربى. يبقى قضيه الهجره ليست دفاعا بقدر ما هي دفعا، ليست يعني نوع من انواع الدفع بقدر ما هي نوع من انواع البعد وتجنب وقوع الظلم على الانسان. وبالتالي فرق كبير جدا من بين ان يظلمك محتل غاشم، وان يظلمك ابن بلدك، اخوك يعني من بني جلدتك. فرق كبير بين أن يعاقب الإنسان على فساد وقع منه وأن يعاقب إنسان لأنه يريد للفساد أن يبتعد. فرق كبير بين أن الإنسان يعني، وده ما حدث بالمناسبة في 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 رابعة، الإنسان عوقب يعني لأنه يريد أن يقف الناس عن الظلم، عوقب لأنه يريد أن يقف الناس عن البطش، عوقب الأبرياء والأتقياء وأصحاب الورع والفكر والقلم لأنكم أرادوا أن يقولوا للناس نحن نريد للخلق حرية، نحن نريد العدل والمساواة، نحن نريد للبشر الحرية. فسجن من سجن، وهاجر من هاجر، وقتل من قتل، وحورب الناس في أرزاقهم، وقتل من قتل. إذا الهجرة لم تكن دفع للظلم بقدر ما كانت بعدا عن هذا الظلم. لكن يأتي بعد ذلك دور الإنسان الذي ترك وطنه ومسقط رأسه، أن يكون له دور بعد ذلك في رفع هذا الظلم عن الناس أينما كان هؤلاء الناس. جزاك الله خيرا. أنا جات لي اتكتبت لي سؤالين، مش فاهم أنا ده دكتور اللي كاتب دي روشتة ولا فاهم فيها حاجة خالص. على كل حال ناخد الأسئلة اللي عندنا، وإذا جد حاجة لحقناها. عندنا نبدأ بصديقة البرنامج أستاذة إيمان، بتقول أختي عندها كانسر بالدماغ وكان بتاخد كيماوي. ألف سلامة يا بنتي، ربنا رب يغنمها السلامة ويشفيها وعافيها رب العالمين. صامت في رمضان 6 أيام فقط والباقي لم تصمه بناء على توجيهات الطبيب نظرا لصحتها. حاليا تم إيقاف العلاج الكيماوي والوضع مستقر، لكنها بحاجة لفترة تعافي من آثار الكيماوي، حيث تعاني من فقر دم ونقص حديد وبعض المعادن وفيتامينات الأخرى. السؤال، هل يجب عليها قضاء باقي الأيام أو كفارة أم ماذا؟ أولا أسأل الله جل وعلا أن يتم عليها الشفاء وأن يرزقها ربنا سبحانه وتعالى شفاء عاجلا غير آجل. دي رقم واحد. أمين يا رب. رقم اثنين، إحنا عندنا المريض الذي لم يصم رمضان أي رمضان من الرمضانات، بنقسم المريض إلى قسمين، مريض يرجى برؤه ومريض لا يرجى برؤه. يرجى برؤه يعني يرجى شفاء، الشفاء بالنسبة له في أمل. فإذا كان المريض مريضا يرجى شفاؤه، يعني المرض اللي عنده جه لعشرات ومئات وألوف وملايين والله جل وعلا شفاهم من هذا الأمر، أو سن الإنسان يتحمل هذا المرض وبالتالي هيمر بأزمة صحية، ممكن تبقى يوم، ممكن تبقى أسبوع، ممكن تكون شهر، ثم بعد ذلك يأتي الفرج من الله الشافي المعافي ويأتي الشفاء من الله الرحيم الرحمن. فمثل هذا نقول له أنه يظل على ما هو عليه، يتم علاجه ولا يقضي الآن، حتى إذا أتم الله جل وعلا عليه الشفاء نقول له أنت فطرت كام؟ يقول والله 20 يوم، نقول له عليك 20 يوم، ده 15 يوم يبقى عليك 15 يوم، ده رمضان كله نقول له يبقى عليك شهر كامل إن شاء الله جل وعلا. أما إذا كان المريض لا يرجى المرض بتاعه خلاص، إما لكبر سن، أمراض الشيخوخة اللي الإنسان وصل لهذا الأمر ولا لا شفاء منها لأن دي سنة الله جل وعلا في خلقه.
فمثل هذا الإنسان نقول أن عليه الكف، عفوا، أن عليه الفدية، عليه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكين. فهذه الأخت إذا كان هي بتقول الحمد لله شفيت لكن هناك علاج، أنا يعني أعتقد وظني في الله سبحانه وتعالى أنه سيأتيها بأمر الله جل وعلا الشفاء، فلا تتعجل بالإطعام وتنتظر حتى يتم شفاؤها بأمر الله جل وعلا، فتصوم بشرط أن يقول الأطباء أنه ليس عليها ضرر من هذا الصيام، والله تعالى أعلم. يا رب يشفيها ويعافيها يا رب. طيب، في دول أوروبا بيكون عندهم ثقافة التطوع بشكل كبير، وإحنا في طبعنا كعرب ومصريين ومسلمين بنحب التطوع وعمل الخير، هل يجوز أني أتطوع في بعض المؤسسات المجتمعة علما بأن اللي بيقدم فيها من خدمات مش شرط أن يكون المسلم هو اللي بيطلبها، بيكون بقى بلا دين أو حتى كاره للإسلام أو ملحد أو هكذا، هل يجوز هذا الأمر؟ شوف يا أستاذ وجدي، أولا فعل الخير مع الغير من البشر كلهم بل مع حتى الحيوانات، فعل الخير جاءت به شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي آخر سورة الحج قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طب فعلوا الخير مع مين؟ مع المسلم نعم، مع غير المسلم نعم، مع الموحد نعم، مع حتى مع الملحد نعم، افعلوا الخير مع الإنسان نعم، افعلوا الخير مع الحيوان نعم، افعلوا الخير أي خير، حتى مع الجماد مع النبات، الخير إنك تضع لمسة جمالية في داخل الشارع أو الطريق، هذا خير، فعلته في جماد في طريق أو في نبات فأنت تؤجر على ذلك بين يدي الله جل وعلا. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، تحب للناس، وجاءت هنا للناس بالعموم، ففعل الخير ليس هناك من مانع أن يكون مع الغير. وقد صح في الحديث أن سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يذبح، فإذا ذبح قال هل أعطيتم لجارنا؟ الجار بتاعنا اديته له من هذه الذبيحة، فيقولون إنه يهودي، فيقول لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن النظر إلى إيمان الإنسان، إلى معتقد الإنسان، هذا أمر الشريعة لم تراعيه بالإطلاق، وإنما هناك بعض الأمور، ولذلك الفقهاء تحدثوا في قضية الزكاة، وجمهور الفقهاء على أن الزكاة ودي فريضة إنما تعطى للمسلمين وليس لغيرهم، وهو طيب، أمال غير المسلمين في المجتمع بتاعنا؟ قالوا نعطيهم من الصدقات، وإن كان هناك من أجاز أن تعطى حتى الزكاة للفقراء وهذا قول ضعيف، وقالوا إن الفقراء فقراء فيعطى لهم، لكن من قال بعدم إعطائهم من الزكاة قال يعطوا من الصدقات. طيب هنا بقى، طب الملحد، أنا ليس هناك مانع أن أعطي للملحد، يعني أعطيه من الصدقة، أعطيه إذا كان يحتاج، ويستثنى من ذلك من كان محاربا للبشرية أو كان معروفا بالفساد والإفساد أو كان معروفا بمحاربة الإسلام. في فرق بين إنسان ملحد في ذاته وبين إنسان تديله هو عمال يعني يدعو الناس إلى الإلحاد، فمن كان داعية إلى الإلحاد هذا لا نعطيه من أمواله، لا نفعل الخير مع هذا الإنسان وإنما نتجنبه، هناك من هو أولى منه حتى وإن كان كافرا، حتى وإن كان ملحدا لكنه لا يدعو إلى إلحاد. والله الدين ده عجيب بصراحة، يعني أنا عندي أولى أن أنا أعطف على الحيوان، حيوان بالعقل، يعني أعطف على الحيوان وأخلي بالي منه وأطعمه أحسن من الملحد ده. بس حضرتك بتقول الملحد بيبقى منه من بين ربه يعني، لكن اللي بيهين ديني. على فكرة بالمناسبة أحب أن أزف بشرى لحضرتك، يمكن حضرتك تبعتها، ويا رب يكون هذا الأمر حقيقي في نفس المكان الذي حرق فيه المصحف الشريف في ستوكهولم. اشتروا أرض ب2.5 مليون كورونا عشان يقام عليها مسجد، والنهارده شفت مجموعه من الشباب بيسجدوا سجده شكر لله سبحانه وتعالى في الارض اللي هيقام عليها المسجد اللي اتحرق فيه او اللي اهين فيه كتاب الله عز وجل. طيب لا، طيب استاذ وجدي، لا لا لا، خلينا نقف في هذه النقطه، ان هذا الكلام كلام خطير.
منقول الشرع ربنا هو الذي يقول أنا لا آتي من عندي، وبالتالي قضية إن أنا عندي إنسان حتى وإن كان ملحدا حتى وإن كان كافرا، أصل شوف الكفر في حد ذاته هو خلاص كافر، الذي كفر بالله جل وعلا يعني رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم في النهاية هو كافر، قد يكون ملحد، قد يكون بوذي، قد يكون. لو تعاملنا بهذه الصورة، إذا لماذا زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي؟ ما هو ده واحد غلام يهودي، وراح النبي عليه الصلاة والسلام لحد البيت، وسيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب يعطي لجاره ولم يكن مسلما. قضية، لا، القضية ليست قضية، في جانبين، هناك جانبان أساسيان لابد أن يوضع أمام أعيننا، الجانب اللي هو الدين وجانب الإنسانية لابد أن يكون قائما وحاضرا. الإنسانية في أخوة، الأخوة الإنسانية العامة هذه لابد أن تراعى فيه، والإسلام قد رعاها. الإسلام لم يترك الإنسان، كأن إحنا سنعيش في هذا المجتمع لا نتعامل إلا مع المسلم فقط، إذا نحن يعني نحكم على أنفسنا بالتقوقع، ولذلك عالمية الإسلام تجعلنا نعطف على غيرنا، نرحم غيرنا، وإلا بالله عليك كيف نفهم قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ للعالمين. خلاص الملحد ده من العالمين، لكن نفرق بين أمرين، بين ملحد يدعو إلى إلحاده ويحارب الله جل وعلا بما هو فيه، وبين واحد أصلا ملحد ربما لسوء فاهم لم يصله الإسلام، عنده مشكلة معينة. وهؤلاء أيضا نحتاج فيه مؤلفة قلوبهم، ده نوع من أنواع يعني صنف من مصارف الزكاة، والمؤلفة قلوبهم قد يكونوا غير مسلمين. والله يا دكتور أكرم أنا لا أنكر عليك ما تقول، أنت تأتي بالكلام وبالحكمة من كتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أتعجب من هذا السلوك النبوي العظيم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس مش أكتر من كده. وأنا بتعجب معك والله كمان، يعني عليه الصلاة والسلام. طيب احنا عندنا دلوقتي كم سؤال، والحقيقة ما عندناش غير وقت دقيقتين بالضبط. تمام. في أريد الهجرة إلى مكان ليس للعمل أو للمال، ولكن هروب من جهل المجتمع وانحطاط الأخلاق، المشكلة الوحيدة في كفالتي، المشكلة الوحيدة أن والدي ووالدتي في كفالتي، فيعمل إيه هذا الأمر، يعني يعمل فيه إيه؟ أولا هذا الأخ الحبيب جزاه الله كل خير على هذه الروح وعلى هذه الهمة، وعلى أنه يريد أن يعيش في مجتمع مسلم ليس فيه انحطاط أخلاقي. لكن السؤال هنا، هل يجوز له أن يترك والديه؟ أنا أقول هذا يحرم عليه ترك والديه إذا خرج، ويقول أبوه وأمه يبدو أنه في مجتمع، والله أعلم كده، في مجتمع مسلم في إحدى الدول ربما الخليجية التي تعطي كفالة، فنقول له وماذا تفعل بوالديك؟ هل ستترك والديك في هذا المجتمع الذي يسود فيه بعض فساد أخلاق؟ أم أنك ستتركهم يعودوا إلى بلادك يعني؟ لماذا خرجوا أصلا؟ أنا أقول على هذا الأخ أن يبحث، حتى المجتمع اللي هو موجود فيه لعله يبحث في مكان آخر، محافظة غير المحافظة أو بلد غير البلد، لعله يجد الخير، ومن بحث عن الخير لن يعدمه إن شاء الله. يعني مش عارف أقول لك إيه والله، ربنا يكرمك ويعزك وينفع بيك ويزيدك علما بإذن الله. الله يبارك فيك. شكرا لحبيبنا الدكتور أكرم كساب، كان معنا عبر سكايب، ونتمنى إذا كان في، يعني أنا عندي إن موضوع الحلقة بيبقى أهم كتير أو بيبقى فيه تساؤلات ربنا بيكرمه بيفتح عليه بيجيب عليها، أهم عندنا من تساؤلات، مش أهم تساؤلات بتاعتكم، لكن فعلا بتجيب على بعض التساؤلات اللي أنتم بتبعتوها. شكرا جزيلا لكم، وصلنا معاكم لنهاية حلقات الأسبوع، معادنا معاكم بحول الله قوته إن كان في العمر عمر الأحد القادم بإذن الله، حتى نلقاكم تأكدوا نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، دمتم بألف خير.